صباح الخير. عمليا فشلت تسوية الترقيات والتعيينات الأمنية، فدخلت الحكومة خانة تصريف الأعمال، سواء قدم رئيسها استقالته إلى الفراغ أو اكتفى بالاعتكاف. تزامنا البارحة عجزت السلطة عن أي شيء سوى عن القمع. اليوم ضيفي في حوار اليوم، أهلا وسهلا فيك الرئيس السابق لحزب الكتائب كريم بقردوني. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. يبدو أنه صباح مش كتير حلو اليوم من بعد المشهد اللي شفناه امبارح. المساء ما كان حلو كمان. المساء ما كان حلو، واليوم يبدو أنه في بعض الموقوفين بعضهم موقوفين. السلطة امبارح كانت أول شيء بغض النظر عن أنه سكرت وسط بيروت بالحواجز الحديدية وعملت حواجز أمنية ومنعت حتى الناس اللي بتشتغل بوسط بيروت أنه توصل على شغلها، يعني سكرت البواب أمام أي حتى لبناني بده يفوت على ساحة النجمة. اليوم امبارح بالليل طبعا نمنا في كتير اعتقالات، واليوم بعد في كتير اعتقالات. كيف عم تشوف هذا المشهد؟ عم شوف انه الدولة بعد ما فهمت انه الحركة الشعبية قضية بالديمقراطيات مسألة مقبولة ومنصوص عنها، يعني مش انه مقبولة قبول رضائي، لا، هي حق من حقوق المواطن، وممارسة هذا الحق يجب أن يكون مش بيوقفوا بوجهن بحطون وبيمشوا حدون حتى يمنعوا أي شغب. دولة لحديت هلأ إما بيوقفوا بوجهن مثل ما المشهد امبارح بحطوا سياج وبحطوا حيطان وبحطوا سلاسل، إما بيهجموا عليهم تا يخلصوا. ما بنحل هيدي المشكلة، مشكلة المطالب الشعبية ما بتنحل ولا بخراطيم المي ولا بالقنابل المسيلة. هيدي بتنحل انه تقبل هذه الحكومة انه تقعد وتبحث بالمواضيع المطروحة. شو هي المواضيع المطروحة؟ طيب موضوع النفايات الكل متفقين انه لازم تنحل. هودي شو عم يعملوا الشباب؟ عم بيضغطوا حتى يحلوها بأقرب وقت. يعني لما بيقولوا بدنا نعمل هني عقد حكومي مثلا مجلس الوزراء، لازم ينعقد كل يوم. يعني بمشكلة مثل النفايات والشتاء والأضرار اللي الكل عم بيحكوا عليها، مش بينعقد من جمعة لجمعة وبندرس انعقاده، يدرسوا كل يوم حتى إذا كانوا ما طلعوا قرار بيتقدموا خطوة بيشوفوا شو المشكلة بيحلوها. مش بنقعد هلأ تركينا الوزير المعني بلا شغل، الوزير مضبوط وزير مشنوق يلي هو مفروض يكون هو عم بيشتغل بلا شغل، شو عم بيعمل ما بنعرف. هلا الوزير اكرم شهيب استلم الوزير الخطة. اكرم شهيب استلمها، كتر خيره. طيب ما اكرم شهيب كمان عنده كل يوم شغلي. انا برايي الحكومه لازم كل يوم تجتمع حتى تحل هالمشكله، تعلن حاله طوارئ بيئيه. حكومه عاجزه عن اداره هذه المرحله الدقيقه من الحكم، وبالتالي يقتضي الإسراع برأيي بانتخاب رئيس جمهورية من جهة، ومن جهة تاني إقرار قانون انتخاب. ليش عم نضيع حالنا؟ بمعزل عن رئيس جمهورية وقانون انتخاب نيابي ما في حل. ما في حل. ومبين إنه هذه، مشان نكون فضيت يلي عندي من هالناحية، تنقول مبين هذا المجلس غير قادر انه ينتخب رئيس. نعم. غير قادر. نعم. وفي كتير حالات كان هيك المجالس بالعالم ما تقدر تتفق على حل انتخاب رئيس. شو بيعملوا فيها؟ ما بيعملوا رئيس، لا بيحلوا المجلس. مش اذا المجلس ما بيقدر ينتخب رئيس بيضل المجلس رئيس. وما بنعمل رئيس. بينحل المجلس، بينعمل انتخابات، والانتخابات بتفرز. نعم. أكثرية بتعمل رئيس، وهذا ما يجب أن يحصل ولا حل آخر. هلأ قبل ما أنتقل لموضوع الرئاسة، لأنه موضوع الرئاسة طويل، انطلاقا من طاولة الحوار ومواصفات الرئيس وقانون الانتخاب يلي هو الشيء الأساسي اللي ربما سيغير هو يعني المعادلة السياسية أو المشهد السياسي المفترض. بس خليني شوي بموضوع الحراك والمعتقلين. اليوم زميلتنا جوال بيونس، هلا ما بعرف اذا رح نكون معها بالحلقه، بس هي يعني اليوم عم بتجول، نزلت على المحكمه العسكريه وعم بتجول على شو صار. يعني امبارح بتعمل لنا ملخص لليوم لنشره الاخبار. بس المحكمه العسكريه يعني اليوم باي بلاد بعد بينحالوا الموقوفين على المحكمه العسكريه؟ اولا ما لازم كان يكون موقوفين بالاساس.
لأنه نحن شفنا يعني مبارح مثلي مثل كل هذا أنا صرت لآخر الليل عم تابع هالمشهد. شو صار المشهد؟ قال نبلش نعطيهم حقهم للشباب. أول شيء بلشوا يرشوا عليهم ورد، شفتي هيدا يلي طلع على هيدا وحامل هيدا وبلش يرشوا ورد، بلشنا نرش ورد انتهت عم بيرشوا عليهم مي. طيب قدم 4-5 يحاولون نزع هيدا. هودي شو بتعملوا فيهم؟ تحكيهم بتقليلهم انزلوا تدفشيهم، مش تعملي حرب. بتوقفي 45 45 الموقفين عن غير ما لهم حق يوقفون لانه عم بيمارسوا حق مش عم بيمارسوا شيء. وبالتالي انا بطلب من المحكمه العسكريه انه تطلق سراحهم كلهم تحل المشكله. مش اساسا هن مفترض ان يتحولوا على القضاء العسكري؟ لا بيقدروا يتحولوا على القضاء العسكري بس ما كان مطلوب هالقد يروحوا على هذا، لازم كانوا يفرجوا عنهم ليلا وقفوهم مشان يحلوا المشكله. ما نحن كلنا طلاب وكان يصير فيها هيك، شو كانوا يعملوا؟ كانوا يوقفونا يحطونا بسكنة، بعدنا بزيت السكنة، يحطونا بالسكنة هوني لا يفرطوا إذا بدك المظاهرة، بعدين بيحب يصيروا يدهرونا واحد ورا الثاني. هيدا عم بحكي بالستينات يلي هلا يمكن لازم يكون الوعي والوعي والحقوق اكبر من يعني ما تفعله اليوم السلطه الامنيه بالمتظاهرين هو أسوأ ما كانت تفعله السلطات الامنيه في عهود سابقه بالمية مية. وانا بقول لك اولا ما لهم حق يوقفوهم، هلا بياخذون بوقفوهم بدون ما يحلون على محاكمة، ما كانوا يحلونا على محاكمات ولا القضاء العسكري ولا القضاء هيدا، كانوا يوقفونا تكون خلصت المظاهرة، لم تخلص المظاهرة كانوا يفلتونا واحد وراء التاني وبدون وصايت وما بدأ محامين وما بدأ كل هالمسألة، لسبب التوقيف بحد ذاته خطأ. ليش؟ توقيف. طب ليه اليوم عم نشوف هذا المن؟ ليش اليوم السلطة الأمنية في لبنان تتبع هذا الأسلوب؟ هل لأنه عجزت عن حل مشاكل الناس؟ ليش الوزارة الداخلية اليوم هي هل هي بمأزق ولا أنا شايفتها بس بمأزق؟ ما بعرف إذا وزارة الداخلية لوحدها أو الحكومة مجتمعة، يعني ما بعرف إذا لازم نقول في رئيس حكومة مقرر أو في وزير داخلية، بمعزل من هو. هذه الحكومة مبارح كانت مبين تماما أنه بدها تعمل لهم قتلة، يعني بدها تعمل تستعمل القمع معهم أنه كأنه اعتقادا منه، وهذا الغباء. ما هذه ليش بنقول السلطة الغبية؟ بيعتقدوا أنه إذا مرتين ثلاثة قمعون لح يرتدوا، ما مرتين ثلاثة إذا قمعون لح ينزلوا 20 و30 مرة. يعني ما عم بيقدروا يفهموا هذه العقلية أنه مش بالقمع تحل المشاكل، مش بخرطيم المياه، مش بالأنابل المسيلة، هيدي بتنحل بأنه يقعدوا يحكوا معهم ويشوفوا المطالب. شو عم بيطالبوا؟ خلينا نشوف كمان موضوعيا شو عم بيطالبوا؟ ما عم بيطالبوا مستحيل، نعم، حل أزمة النفايات ضمن خطة بيئية مستديمة، مش مطلب شعبي كل الناس بدها طبعا. بس في عناوين كثيرة كمان سمعناها هلا زيدونا مثل كل مرة بوقف وبتصير مطلب اطلاق سراح المخطوفين هو سبب لاضراب للنزول الى الشارع جديد. اي مخطوفين؟ لانه صار المخطوفين لا العسكريين او المعتقلين الموقوفين. نعم رح نحكي لانه الموقوفين. نعم مطلب الموقوفين هلا صار مطلب جديد، يعني صار سبب اليوم انه ينزلوا عن جديد تينزلوا هذا. اضافوا الحراك مخطوفين العسكريين يلي تقريبا نسوا وهن عم بيوعوا لانه حرام شو صار فيهم، ما حدا بيعرف وينني، ما حدا بيعرف كيف عم بيتعاملوا، ما حدا بيعرف. وهودي بالنهايه عسكرنا يعني. اذا في هالثلاث مطالب هلا هن زايدين المحاسبه ومحاكمه الفساد وكل زاده، اضافه الى عم بيطالبوا بقانون انتخاب وانتخابات. طيب ما هذا مش حق من حقوق؟ صحيح. لكن هاتي بكره ب11 الشهر يوقف الطيار يطالب بقانون انتخاب وبانتخابات جديدة بفوتوا بوقفوهم. يعني عم بعطي هالمثال تقول انه في كان رغبة باستضعافهم بقمعهم، واعتبار انه هو ما بيفهموا الا بالقمع وبلشوا بالقمع. وهيدا الخطأ يلي هلأ ارتكبه وزير داخلية إذا وزير داخلية، رئيس الحكومة إذا رئيس الحكومة، ارتكبوا مبارح خطأ فادح بستعمل. ويعني انا اتمنى وخاصة بتوجه لوزير الداخليه لانه ما كان معنا بالطلاب، هيدا بينسى انه بالستينات ما هو كان طالب كمان وكان ينزل على الشارع، هيدي ما يعامل بالقمع لا يوصل الى نتيجه، الحوار والحكي.
حدا اليوم طلبوا من عبكرة راحوا على المحاكم ما هيك المحامين، حدا طلبوا من عبكرة لهالقيادات قالوا يا شباب هات نشوف شو بدكم مشان عشية ما تعملوا شيء أو مشان جمعة الجاي ما تعملوا شيء، بالتأكيد ما حدا. والسبب دعوتي وين التقصير؟ بتقولي عجز، في تقصير مش عجز، تقصير الحكومة إنه وزير الداخلية أو رئيس الحكومة هذا ينزل يقعد يحكي تيلاقوا شو حلول تنعمل وشو المطالب اللي ممكن تنعمل واللي مش ممكن يجي تقول فيها. واضح انه عدم الاعتراف بانه في حراك، انا برايي عدم الاعتراف بانه في حراك واراده حل هالمشكله بالقوه هذا الخطا. وهي هذا اللي بالمشكله انه اليوم ما عم يقبلوا يعترفوا انه بعد في شريحه من الناس عم تنزل تتحرك مطالبه بموضوع النفايات وغيرها من المواضيع. طيب بخصوص هذا الموضوع ملف النفايات، على هلا في معلومات انه الحكومه ستجتمع الاسبوع المقبل بدايه الاسبوع المقبل بغياب وزراء تكتل التغيير والاصلاح وبمشاركه وزراء حزب الله، بعدها معلومات مش اكيد اليوم قريناها بالصحف. قديش شو عندك معلومات عن هذا الموضوع قبل ما طبعا نتحدث عن مسألة طاولة الحوار والمشاكل اللي رافقتها بالإضافة إلى اختمار مسألة قانون الانتخابات على أساس نسبية، لأنه صرنا عم نسمعها كتير ومن أكثر من طرف. بدي أول كل بعد أرجع للحراك إيه؟ تسكر إيه؟ تقول أنه هذا الحراك آخر استطلاعات صارت، عمل عدة استطلاعات. أنا عم بيخد آخر استطلاع للي مبارح نشر بالسفير بيعطي لهذا الحراك 79% من الناس مع، يعني مش تلتين، أكثر من تلتين، ما يقارب 80% من الناس مع هذا الحراك. ولو مش كلهم عم ينزلوا يعبروا عن هذا الموضوع، عم بيعطوا أنه 88% أصحكم توقفوا هذا الحراك قبل ما تخلص قصة النفايات، يعني معولين عليهم أنه لو ما هني حركوا النفايات كان ما في قضية نفايات. بالتالي أنا وأنت مع 79، مش بس مع 88، مع 79 ما بيصير ما يكون بهذه الدولة أمام كل هذا العجز وهذا الفساد ما يطلع صوت. يعني عم بينقذوا وطن هو، وعم بينقذوا يمكن عم بينقذوا الطبقة السياسية بالذات إنه تروح، ما بقى يمشي الحال بلا إصلاح. أدي برأيك نجاح هيدا التحرك بموضوع أزمة النفايات سيؤهل إذا بدك الرأي العام اللبناني وسيشجعه لخوض معارك لاحقة بيصير عنده من خلال هذه المعركة إيمان بأنه إذا تصرف رح يطلع نتيجة؟ أنا متأكد أنه النفايات لما بدها تزبط رح يجي مطالب أخرى. هلأ بدهم يعرفوا كمان يطلع، يعني المسبحة بلشت تكرت الصبحة، يعني ما بقى فيهم يوقفوا. أنا برأيي كرت، وعملية الحراك المدني عملية بلشت ما لح تنتهي إلا بإصلاحات حقيقية. لبنان محتاج إلى إصلاحات حقيقية، وأنا بعتقد تخلص هذه الحركة بإصلاحات. شو نوع الإصلاحات؟ هل هي فقط في ملفات حياتية معينة مثل النفايات أو غير النفايات، أو هي إصلاحات تتعدى ذلك لتوصل إلى عمق الأزمة، صلب النظام؟ يعني شوفي، الإصلاحات ما بتبلش بالنفايات. لما بدنا نحكي إصلاح هذا مطلب النفايات لأنه هذا طارئ، بس في مطالب أخرى. نحن الكهرباء مطلب، نحن قبل آخر دولة بالعالم، نمرتنا 143، في ما بعرف أي دولة نمرتنا 144 أسوأ منا، بس في قبلنا 142 دولة بالعالم 142 أحسن منا بالكهرباء، منهم يمكن الكونغو هاي أول واحدة. تاني واحدة، في مشاكل اقتصادية واجتماعية حقيقية، يعني الفقر 30% مش هين، يعني القضايا الاجتماعية المطلبية، غلاء المعيشة، ثلاثة البطالة، أربعة الهجرة، كلهم مواضيع هاو ما حدا عم بيقربون ومتروكين. هالشباب هاو أكيد هن عندهم بحسوا بهاو. بتقولي لي وين الحل؟ الحل ما لحل، أنا مش شايفه على مدى قريب. الحل بده ينعمل قانون انتخاب على النسبية للكل يتمثلوا بما فيهم هالشباب بيتمثلوا. اثنين، انتخاب رئيس جمهورية
حتى يرجع الأمور تتضبضب ويقدروا يعني الحكم يقدر المؤسسات تقدر تتحرك كلها. عدا ذلك منكون بعدنا بالفراغ. يعني امبارح شو عملت الدولة؟ زادت الفراغ فراغ، يعني ثبتت انه ما عندها حلول، اذا في فراغ راحت انه يلا اقمعوهم. هيني اهين شغله تقول لهم في 100-150 شاب نزلوا يا 80-90 عسكري اقمعوهم، هيني كثير هاي، وحطوهم بالحبوسه. انا بتصور في قضيه اجتماعيه اقتصاديه كبيره وفي قضيه سياسيه كبيره. النظام، معلش ما عم نقول بدنا نغير النظام، بس بدنا نصلح النظام. بتقولي لي الاصلاح، الاصلاح يبدا بتغيير النظام، باصلاح النظام. وشو نقطه الاصلاح باي نظام سياسي؟ قانون الانتخاب. قانون الانتخاب، بالحديث عن قانون الانتخاب، قد ايه بتعتقد انه تخمر القانون الانتخاب النسبي على اساس النسبيه، خصوصا وانه يعني النائب وليد جنبلاط عفوا تحدث، يعني نقل عنه انه كانه صار عنده ايجابيه بالتعامل مع القانون النسبي. طبعا التيار الوطني الحر كان المطلب الاول له هو القانون الانتخاب على اساس نسبي، وبالتالي قد بتعتقد اليوم اصبحوا جاهزين، وخصوصا وانه في تيار المستقبل اليوم في رفض قاطع وهو الذي يمسك بمفاتيح السلطه. انا برايي النسبيه مقبوله عند الجميع باستثناء عند وليد جنبلاط وسعد الحريري. وليد جنبلاط بالمرحلة الأخيرة لا شك فتح باب كبير باتجاه النسبي، مش تبنيها، ولكن كلامه الأخير يبدو أنه بلش يقول لما لا، خلينا نشوفها. إذا أنا برأيي كمال جنبلاط بات بصف تفكير بالنسبي وليد. بقي وليد جنبلاط، بقي موضوع المستقبل. موضوع المستقبل لازم ينحكى معه بهذا الموضوع، وكأنه ما انحكى معه استاذ كريم. لا بس لازم ينحكى يعني معه وينقل له انه ما بيقدر هو يضل خارج. واذا ضل خارج انا برايي بوجود وليد جنبلاط مع العمليه صار بيقبل قانون نسبي يمر بقانون بمجلس النواب. يعني بوجود يعني حزب الله هي اللي كان له موقف متقدم جدا. حركة أمل أيضا موافقة بتعتقد على تيار الوطن الحر اللي هو صاحب فكرة النسبية. أنا إذا بيجي وليد جنبلاط معهم معناتها تمت، وبصيروا إذا ما اقتنعوا الأفضل يقتنع. يعني بتعرفي نحن دستورنا أصلا بيقول بالوفاق وإلا بالأكثرية. خلينا نجرب مع المستقبل بالوفاق، وإذا ما تم بالوفاق نروح على مجلس النواب بالأكثرية وبيقدر يمر. أنا مقتنع أنه قانون النسبي ببر بالأكثرية. قد بتعتقد أنه النائب وليد جنبلاط مستعد يعني إلى الذهاب هالقد بعيدا، وربما قد يدفع ثمن بعض الخصوصية في الجبل ثمن موافقته على القانون النسبي؟ وليد جنبلاط زعيم، يعني قدرته على الانتقال من خيار إلى خيار متوافرة، وعدة مرات عملها. يعني صحيح، هذه مش من النوع اللي بيتردد. أنا بتصور طبعا ما عم بقول هلأ وليد جنبلاط، لأنه في ناس في حوارات أنا بعرف أنه معه، مش هلأ، مش بهاللحظة ممكن يقول إيه. ممكن يدرسها، ممكن يشوف يقارن. وأنا برأيي إذا اقتنع قادر يقنع سعد الحريري. مساعتها بصير البحث يعني بالدوائر. يعني أنا برأيي نبيه بري زائد وليد جنبلاط بيقنعوا سعد الحريري ومنروح إلى النسبي. كيف؟ يعني بقصد أساس أنه اليوم الحديث، طيب أوكي أقرينا القانون النسبي، بيبقى الدوائر، يعني حتى من الدوائر تلعب أهمية كبيرة، عكس ما بنقول أنه مهم نعتبر أنه مهم نقر النسبي، لا، مهم أنه حتى الدوائر تكون صالحة أيضا لاستخدام القانون النسبي للتمثيل الصحيح. شوف، أنا برأيي النهار يلي بيقبلوا بصير فكرة النسبية مقبولة، بتصير مسألة الدوائر خلينا نقول مازال مقايضات. يعني بتصير بتندرس، بصير كل فريق عنده دايرة، أو منهم بيقولوا 13 منهم بيقولوا 15 منهم، بهيدا بتصير عملية الدوائر عملية مقايضات. نعم. ما بتعود
مشكلة، بمعنى أنه بالنهاية بيلاقوا حل على مستوى الدوائر. ولو بتتقدم هذا الشيء مع الوقت يعني طبعا، كل مرة. طبعا أنا مقتنع أنه النهار يلي بيصير المبدأ بياخد وقت، انتبه مش معناتها قضية هينة، ولكن معناتها دخلنا إلى النسبية ودخلنا هذا. أنا اعتقادي أنه ما لح يصير بقى انتخاب بالأكثرية بلبنان. نعم ممتاز هذا الاعتقاد، يعني اعتقاد عندي قناعة صرت أنا عندي قناعة وأنه رايحة على النسبية بالتأكيد. هلأ يمكن نقطع بمراحل صعبة حول النسبية، بس قديه يعني بدنا نبقى من دون انتخابات؟ هنا هو السؤال، إن اليوم المطالبة بضرورة إجراء انتخابات نيابية ووقف عمل هذا مجلس النواب الغير شرعي، قديه بعد ما نبقى بلا انتخابات لحتى يتوصلوا لهذه النتيجة؟ شوفي المتغيرات لصالح قيام رئيس جمهورية وإجراء انتخابات، المتغيرات اللي عم تصير بالمنطقة كبيرة، والأوضاع الداخلية في لبنان بما فيهم للي صار مبارح. شو كيف بينحل اللي صار مبارح؟ مش بالقمع ولا تبعتوا على المحكمة العسكرية، هذا مش حل. يلي صار مبارح بده حل، إنه يصير في قانون انتخاب ورئيس جمهورية. للسبب أنا بعتبر الداخل بلشوا على هالنقطة، الخارج ضاغط. يعني أنت كيف بدك تحمي حالك وتبقي حالك بتسكري بواب الهواء يلي ممكن يجوا على المنطقة؟ والله راحم لبنان، بعدنا ما فتنا بالموجة هذا اللي عم بيصير بالمنطقة. كيف فيك تحمي حالك إذا ما المؤسساتك قامت؟ ما بقى مسموح، والخارج عم بينصح. يعني أنا بعرف تماما يلي عم يروحوا يتصلوا بفرنسا، وبعد على الرغم من فوارق بفرنسا وأمريكا والدول العربية، على فارق الخلافات فيما بينها حول النظرة إلى سوريا على سبيل المثال، كلهم متفقين على أنه روحوا انتخبوا، روحوا عملوا انتخابات رئاسية بلبنان، تعملوا نيابية قبل أو رئاسية بعد، هذه شغلتكم. أنا بعتقد لأول مرة الخارج متشغل بحاله، اللبنانيين قادرين ياخدوا القرار بنفسهم، وليش ما عم ياخدوا؟ ليه ما عم ياخدوا؟ هذا ليه ما عم ياخدوا؟ لأنه أنا برأيي، هل لأنه بس في خلافات داخلية بيناتهم، ولا لأنه في شيء أكتر؟ يعني لحلك، لأنه أنا برأيي في البعض عم بيراهن بعده على الخارج، ناطر أنه بكرة بيسقط النظام السوري بصير موقعنا أقوى في المفاوضات. منهم عم بيقولوا بكرة، هلا قبل ما فاتت روسيا طبعا كان كله هالحكي، بكرة بصير في بالعراق تغير ما لصار هذا، بصير موقعنا أفضل. منهم بيوصل أنه داعش تشكل قوة ممكن نستفيد منها بالداخل اللبناني. بعده هذا الاعتقاد برأيك؟ أنا برأيي يعني كان له موسمه، يعني أنا برأيي بدخول روسيا سقطت على كل هالاحتمالات، وبالتالي روسيا من حيث تريد أو لا تريد، ما بعرف شو الخطة الروسية، ولكن ستعجل برأيي بانتخاب رأيي بإجراء انتخابات نيابية وانتخاب رئيس. ستعجل لأنه خلص بتدخل روسيا سقطت كل هذه الاحتمالات، أنه ما حدا بقى عم بيقول بيسقط بشار الأسد. يعني الرهان على إسقاط بشار الأسد صار رهان واهم تماما. ما حدا بقى عم بيقول أنه بدأ داعش ضل قادرة تمسك بالعراق وبجزء من سوريا، كمان بوجود الروس صارت صعبة أنه داعش ضل مأمنة، خاصة أنه من المتوقع أنه العراق تطلب، يعني بتصير الضرب لح يطيل داعش في سوريا وفي العراق زيته هيدا. إذن أنا بتصور في مجموعة رهانات سقطي ومفتح الباب هلأ أنه لا ما زال هيدا ما لح يصير، إذن خلينا نشوف شو فينا نعمل بلبنان. أنا بتصور في نوع من دخول الروس بالمعركة لبنان نوعا ما الوضع الداخلي اللبناني. طيب رح نحكي بموضوع أدي لبنان وكيف رح تكون نتائج هذه اللبنانة على مستوى مواقف كل الأحزاب، شو دور المسيحيين الآخرين غير التيار الوطني الحر بالحل حتى بقانون على مستوى القانون النسبي، وبدنا نحكي ب 13 تشرين وبالتحضيرات لإحياء هذه الذكرى. بس بدأ توقف على فصل إعلاني قصير وبنرجع.
عودة لكم المشاهدين ولضيفي الرئيس السابق لحزب الكتائب كريم بكردوني، بدي أرجع رحب فيك. بهيدا المحور رح نحكي عن الدور المسيحي في لبنان. اليوم طاولة الحوار كان في عليها أفرقة مسيحيين غير العماد ميشيل عون، وبعدهم في نقاش على مواصفات الرئيس، منهم من يقول أنه بده رئيس وسطي توافقي، بوقت الحديث اليوم تقدم إلى أنه لقى الرئيس رئيس الجمهورية اللبنانية لم يعد مفترض أن يكون واجهة فقط أو رئيس توافقي، مفترض أن يكون رئيس قوي عنده تمثيل بغض النظر مين، إذا كان دكتور جعجع ولا عماد عون ولا غيره من الشخصيات المسيحية. اليوم ألا يتحمل المسيحيون مسؤولية بما وصلوا إليه؟ أولا بدي صلح شغلي معلش كرمال اللغة. لما بيحكوا بمواصفات الرئيس، الرئيس مش بضاعة بحطوا له مواصفات، لازم يحكوا بصفات الرئيس. يعني في فرق بين الصفات والمواصفات. المواصفات إذا بدك تشتري، إذا طابق مطابق للمواصفات ولا لا أي سلعة. إذا بدك تشتري شيء بتشوفي إذا مزبوط حسب الهيد. بس صفات الرئيس هو المطلوب، وصفات الرئيس أنا برأيي واضحة تماما، في إجماع لبناني. وإذا بكرة عملوا استفتاء كلامي رح ياخد مش 88%، أكثر من 80%. في إجماع أنه نحتاج إلى رئيس قوي. من بعد مرحلة الرئيس سليمان يلي كان رئيس ما عم بيحكم، يحتاج اللبناني إلى رئيس يحكم، وبصورة خاصة المسيحي. هيدا رئيس يحكم، واحد يكون قوي، اثنين يكون نظيف، لأنه ما بقى فيكي تستمري بهالنظام إذا رد ضل بالفساد. وثالثا طبعا إلى ذلك، يعني إلى ذلك القوة والنظافة لازم يكون عنده مشروع. ما بقى فيك كمان تجيبي رئيس ما بيعرف شو بده يعمل، أو هبطت عليه الوحي بآخر دقيقة صار رئيس جمهورية بصير يفتش شو بده يعمل. لا، بده يكون عنده برنامج، يكون محضر حاله تيكون فيها. هالثلاث أمور هيدي بتجعلني انتقل للنقطة اللي الثانية، إنه هل في هكذا رئيس؟ جوابي إيه، في أكثر من واحد، مش ما نعصب. مش صحيح إنه الموارني فرغوا من إمكانية رئيس قوي ونظيف وعنده برنامج. مش مزبوط هالكلام. منكون هلا بتقولي لي هل الموارني والمسيحيين هم وحدهم مسؤولين، لأنه هذا سؤالي، عن هذا الوضع؟ هم مسؤولين على إذا بدك إيجاد توافق فيما بينهم. بس حتى في غياب التوافق مش معناته إذا ما توافقوا ما بنعمل رئيس. بغياب التوافق بصير الخيار اللبناني، لسبب أنا اعتقادي أنه مثلا طرح موضوع رئيس الجمهورية على طاولة الحوار مش محلها، مش لح يتفقوا أنه قاعدين 31 بصير. هاي بده يصير فيه على مستوى القوى السياسية الفاعلة الأساسية. واحدة من هالقوى السياسية فيها الرباعية المارونية يلي معروفة، نعم، عون، جعجع، فرنجي. حتى رئيس جميل كان عنده موقف مغاير، يعني حتى لم يتبنى تعبير، يعني بغض النظر كيف نفسره، يعني الرئيس القوي ما تبنيه. لسوء الحظ أنا برأيي هو لازم يتفقوا على الصفات تبع الرئيس، مش المواصفات، على الصفات تبع الرئيس، ويروحوا باتجاه يفتحوا مقلكي. أنا عندي تجربة، أنا عامل انتخابات 5-6 رؤساء مشارك فيهم. أنا بدي خبر خبرية سليمان فرنجي لأنه هي عشتها. للي مرشح كان بيير جميل وريمو إدي وكمين شمع، ثلاثتهم كانوا مرشحين، يعني هو رؤساء الحلف كانوا قادة الحلف، ثلاثتهم كانوا مرشحين. كمين شمعون مع الوقت شايف انه مش ظرفه، بلش يحكي موضوع تاني. ريمو قدي ضل ماشي، بيير جميل ضل ماشي. طيب نزلوا على المجلس لقوا انه ما بيقدروا يعملوا رئيس، شافوا انه محتاجين لخمس اصوات وقت سركيس، انتخابات سركيس، شافوا انه محتاجين لخمس اصوات، راحوا اتفقوا مع شخص خارجهم اسمه سليمان فرنجي. بس عملوا الانتخابات بوقتها
وما قبلوا بالفراغ واختاروا شخص. هن الحلف كانوا ثلاثة قوية ممثلين المسيحيين بشكل كبير، اختاروا شخص آخر تحلوا المشكلة، إجا سليمان فرنجي. أنا برأيي اليوم إيه الأربعة هن عندهم أفضلية لا شك عند المسيحيين وزيت تمثيل، بس إذا ما تفهموا بين بعضهم على شيء ما لح يجي من خامسهم، لح مع الوقت يجي الخامس الخارج منهم لسبب في مصلحة. أنا برجع بكرر على خلافهم وعلى ابتعادهم وعلى طموحاتهم المختلفة، هالأربعة لازم يتفقوا. إذا عم فكروا وطنيا ومسيحيا، وإذا ما اتفقوا من هلأ عم بقلك لح يجي خامس، مش رح يجي ولا واحد منهم. أنت شو كمان عم تنظر بإيجابية لنتيجة هذا الأمر مثل ما عم تنظر إيجابية لنتيجة الحراك؟ أنا متفائل. متفائل أنا بشو بقلهم ممكن يتفقوا؟ أنا متفائل لأنه التشاؤم ما بيعمل حلول وما بيعمل وطن. لا بقصد أنه قديه المسار اليوم يعني أو المواقف، إذا راقبنا مواقف هذه الأحزاب قديه هي بتشجعنا لنتفائل بإمكانية أن يتوافقوا على انتخاب رئيس قوي يكون واحد منهم مثلا على سبيل المثال. الحظوظ مش كبيرة أنه يتفاهم هلأ عم تسأليني اليوم. بس نحن لازم كناس كشعب وخاصة كمسيحيين يعني مصر عليهم أنه يتفقوا، يعني لازم يشعروا لك مش صحيح القيادات ما بتتأثر بالرأي العام. شو بدك؟ ما في قائد مش أول نهار بيفتح بالجريدة تيشوف شو من قال عنه، ومن عشية بيسمع التلفزيونات تيشوف شو من قال عنه. مش صحيح حتى اللي بيظهروا أنه الأكثر أنه ما فرق معهم، هيدا مش صحيح الكلام. أنا بعرف داخليات هؤلاء الزعماء وطبيعي هيك يكون. يعني مفترض هيك يكون. طبعا الزعيم أو القائد إذا ما بيهمه الرأي العام معناتها في مشكلة. في مشكلة كبيرة. لسبب أنا برأيي لازم يتكون رأي عام مسيحي يطالبهم بالاتفاق على مرشح الإنهاء، وإلا رح نمر عهد كامل. صرنا 500 يوم أكثر يوم 501 اليوم صار. يعني رح يمر عهد بدون انتخاب. معقول؟ كلنا مسؤولين، ورح يكونوا هالرباعية الأكثر الناس تاريخيا. بكره أنا بدي أكتب شو بدي أكتب؟ بدي أكتب إنه فلان مدري شو ما عمل، بدي بلش فيهم. نقول انه هذه الرباعيه هي اللي كانت لازم انه اما تتفق على واحد بيناتهم اما تتفق على واحد من خارجهم، ولكن هن بدهم يعملوا ديكلانشمون. طيب من يومين كان في حديث للسيد نصر الله بيقول فيه انه لا افق للحل في الازمه في لبنان لانه الجميع ينتظر الخارج، وطبعا ملف الرئاسه هو من الملفات الحيويه يلي مفترض في حال في بعض الأطراف اللبنانية هي مراهنة على الخارج أنه يتأثر فيه. قد اليوم موازين القوى الإقليمية يلي عم تتغير ويلي حكينا عنها من شوي خصوصا بعد دخول روس إلى سوريا ستسارع في ملف الرئاسة، ومش بس فقط ستسارع فيه، ستؤثر على النتيجة يعني على من هو الرئيس. النتيجة أنا ضد انتظار تبلش لك. أنا ضد انتظار الخارج لأنه هذا الخارج طويل. وليش طويل؟ لأنه بسوريا الموضوع طويل. هلأ شيء حدث بيجعلني كمان افتح ثغرة أمل بالخارج. ثغرة هي دخول الروس على عسكريا. دخول الروس عسكريا طبعا أنا برأيي خلافا للكلام اللي عمله في شيء دولي موافقين بدخول الروس، يعني ما فات بوتين بمعارضة الأمريكية. إجا عباله في اتصالات أمريكية، في اتصالات أوروبية قائمة بأوروبا، في عدة وجهات نظر. مثلا أنا بعتبر ألمانيا متقدمة جدا في وجهة نظرها، لأنه شو عم تقول؟ ألمانيا عم تقول يجب أن نلعب دور نحن كوسيط ما بين النظام والمعارضة. ما بيقولوا فليسقط بشار الأسد، عم بيقولوا بالعكس هني لازم يلعبوا دور الوسيط. ألمانيا مختلفة عن فرنسا تماما اللي عم تحكي كلمتين. إذن شو عمل بوتين؟ غير إذا بدك قواعد اللعبة، خلط الأوراق بالمنطقة. لا شك هالخلط ممكن يؤدي إلى تسوية سريعة في سوريا، ممكن
بس نحن إذا بدنا ننتظر هذه التسوية السريعة بسوريا فعلا ننتظرها أشهر، بس إذا بعدين ما كان في تسوية سريعة بسوريا، وهذا ممكن يعني هذا على لبنان أن ينتظر المزيد. ما فينا طيب. ما فينا نربط حالنا بالخارج لسبب، بقول لا شك روسيا صار إلى دور أكثر، إيران إلى دور، الولايات المتحدة إلى دور، أوروبا إلى دور، مزبوط، بس هل حدا منهم لح يجي يهتم بأنه ما بقى لك ولا في طائف جديد؟ مش مفترض، بس تنقول تنقول ما هو الواقع أستاذ مين؟ يعني مش مفترض أنه نربط حالنا، يعني حضرتك عم تقول لح أنه لح، ولكن الواقع أنه يشير إلى عكس. لما بالحرب نحن ربطنا حالنا بالنهاية أخذت 15 سنة إجا الطائف حللنا المشكلة، جيب يعني جبلنا رأي، جيب رئيس، بس خلال الحرب كنا ننتخب رؤسا، نحن انتخبنا ليسركيس وانتخبنا بشير وانتخبنا أمين، يعني انتخبنا رؤسا خلال الحرب. طبعا ليش كنا نقدر خلال الحرب منقدر هلا؟ انا أدين، يعني انا ما بدي مر مرور الكرام انه خلص هو ما بيتفقوا اذا بلا رئيس، ما بيصير ما بيصير، هذه مسؤوليات كبيرة انتخاب الرئيس. بس ليه اليوم انتخاب الرئيس هي فقط مسؤولية مسيحية؟ مش مسؤولية مسيحية، بس ما اليوم في أطراف آخرين كنا عم نحكي عن الارتباط بالخارج، ولا يجدر الارتباط بالخارج منيح، لا يجب منيح، ولكن الواقع يشير إلى عكس هيك. الواقع يشير إلى أنه مش بس المسيحيين اليوم يتحملون مسؤولية هذا الأمر، أنه في أطراف آخرين مثل ما سمعنا أنه مرتبطين برهان خارجي وبعضهم. كيف يمكن المسيحيين أن يقرروا انتخاب رئيس طالما في شركاء لهم الوطن مثلا لحد الساعة بعدهم ما قرروا؟ مش شيء جديد، يعني هالوضع هيدا أنه شركائنا المسلمين بعضهم مرتبط بالخير مش شيء جديد، يعني ارتبطوا بعبد الناصر وارتبطوا بياسر عرفات وارتبط، يعني مش شيء جديد هذا الارتباط بالخارج، وأنا من القائلين إنه التدخل الخارجي بانتخابات الرئيس هو القاعدة، والاستثناء بتصير مرات إنه ما يتدخل. نحن بحالة الاستثناء، عم بقول بحالة الاستثناء، مش معناتها ما بده يتدخل، لأن بحالة الاستثناء مسؤوليتنا أكبر كمسيحيين نتفق على حدا، وكمسؤولين هلأ بتقولي لي إذا اتفقوا خلافا للاعتقاد عم بيقولوا لنا روحوا اتفقوا، لأنه عارفين أنه صعب الاتفاق، لنفاجئهم أولاً أنه نتفق، بس إذا اتفقنا مش معناتها خلصت، معناتها في معركة، في معركة طبعاً. هذا ما كنت عم بسألك عنه، هذه اللي بتجاوبك بصراحة أنه إيه، حتى إذا اتفقنا مش معناتها انتهت، لأنه في ناس عندهم خيارات أخرى مثل ما عم تقولي تماماً. أنا اعتقادي الشخصي أنه تنرفع هذه المسؤولية وتنتحمل المسؤولية في هذه الرباعية لازم تتفهم على شيء، وإلا لح يضل الإيد ممدود يقولوا أنتم المسؤولون، ما بيرفعوا هذه المسؤولية لمصلحة المسيح. ما عندنا مصلحة نحن أنه يعتادوا الناس، انتبه أخطر ما يحدث حاليا شو الاعتياد، أنه ماشي الحال بلا رئيس، ومرات يمكن لو ما هلأ أنت لأنك عندك أنت ملتزمة، هذا لو ما عندك هذا الالتزام كنا ما حكينا كثير عن الرئيس، رحنا كنا خلصنا هلا خلصنا في دولة حوار وعم ينحكى بمناسبة الرئيس، خلصنا الحلقة وبالآخر قلنا مضبوط ما في رئيس، حتى الناس اللي بالشارع بس تشوفهم بس تسألهم بقلك طيب ما هي عايشين بلا رئيس دخلك، إذا أجا رئيس شو رح يغير؟ هيدي السقيفة اللي صارت عند اللبنانيين، هيدي لسبب أنا بقول ما لازم نهرب من حقيقة طابع عند بالوسط المسيحي. نقول الوسط المسيحي مش الوسط المسيحي، بيقول الوسط الكنسي كمان، يعني بالوسط المسيحي قد بتتحمل الكنيسه مسؤولية؟ يعني بكركي خلينا نقول الصرح الماروني اللي كان له دور، بتحكي لك ذكرتك فيها، كان له دور معنوي، ويعني بكركي اليوم قديش عم تلعب هذا الدور وبمواقفها، يعني خلينا نتذكر شوي مواقف بمعارك سابقه كانت حول قانون الانتخاب وغير قانون الانتخاب، وايضا مواقف حول رئاسه الجمهوريه. واذا عم تقول حضرتك انه الاربعه مش متفقين مثلا انه على شخص منهم او على رئيس اليوم مسيحي ربما هو بيمثل، مظبوط، ربما ايضا كركي مختلفه معهم بهذا الموضوع. بدي اروح على هيك اقتراحات حكي عملي. هذا البطرق جمع الاربعه، طيب ما اتفقوا جمعوا المره، هل بتعتقدي اجتماع واحد
بيقدر يحل، وامتين صار رح يصير له سنة يمكن. نسيت قد ما صار بعيد. أنا برأيي أول شيء مسؤولية المطرق يضل يجمع الأربعة ولو ما اتفقوا، وهيدي ما بتكون إهانة إله إنه ما عم يجتمعوا ما عم يتفقوا، بالعكس هاي بتكون وسام إنه رغم كل شيء عم بيحاول إنه القيادات المسيحية تكون متوافقة. أنا برأيي في مسؤولية البطرق مش بإنه ينقي رئيس ولا يسمي رئيس ولا يشتغل للرئيسي، شغلته يوحد المسيحيين. وأنا برأيي يعني أنا أدعو البطرق، ولو بنعرف أنه مش اجتماع واحد بحلها، ولكن أدعو البطرق إلى الاستمرار، إلى العودة، إلى دعوة الأطراف والاجتماع فيهم والإصرار عليهم للتوحد حول يختاروا منهم أو من خارجهم. هذه فيما يتعلق ببكركي. هلأ أنا بعرف تماماً أنه الفاتيكان همه كبير بهالموضوع، وأنا برأيي الفاتيكان له ثقل لأنه بيأثر خارجياً، يعني بيأثر على دول خارجية. كان له موقف بيشبه هذا موقف أنه هو حمل المسيحيين، حمل المسؤولين مسؤولية المسيحيين هيدا. وبالتالي طب هل يحس تركيا على لعب دورة؟ هل عم يدعي الفاتيكان؟ هل عم يدعي بتركيا للعب دورة في هذا الموضوع؟ لما بيقول يا لما بيقول الفاتيكان يا مسيحيين أنتم مسؤولين، هو شو ضد المسيحية؟ عم بيحثهم على شو؟ على الاتفاق. ولما بيحكي عن المسيحيين ما أول شيء بذهنه كركي، يعني لما الفاتيكان بيفكر بالمسيحيين ببلش يفكر أول كلمة بالكنيسة. لسبب أنا بعتقد لبكركي دور مش يكون عنده مرشح ولا ترشح ولا تتدخل بالانتخابات، تجمع المسيحيين، تجمع القادة المسيحيين. طيب 13/20 هو موعد قريب بعد أيام، هذا موعد اليوم هالسنة، وهي كل سنة يعني بكون موعد كبير يعني وتاريخ كبير ذكرى نحتفل فيها، من الانكسار إلى الانتصار، من الخسارة وتحويلة إلى انتصار، قديش تصح هذه المقولة؟ قدي اليوم فعلا في انتصار؟ قدي اليوم بعد في يعني حيط ورا حيط اليوم عم بصير في مواجهات يعني مشاكل، هل أثبتنا الوجود بعد 13/20 أو بعد؟ وألا يفترض أن يمهد هذا الأمر إلى سؤال حول النظام؟ سمعتك بالأول عم تقلي أنه لا ما في ضرب للنظام، في إصلاح للنظام. هل إصلاح النظام يكفي من بعد كل اللي تحدثنا عنه؟ أولاً 13/20 أنا بالنسبة إلي ذكرى إلى خصوصياتها الشخصية، يعني أنا 13/20 قبل بكم يوم كنت عند الجنرال، كنا عم نحكي وكنا متخوفين، يعني مش إنه مش واعيين ل13/20 إنما هاي. وتاني شيء يعني غياب الجنرال إلى الخارج، أنا اعتبرت إنه ما انتهى الجنرال بذهابه إلى الخارج، بالعكس الخارج مستقبل الجنرال قدامه مش وراه. والحقيقة ثبت إنه الجنرال عندما عاد غير المعادلات الداخلية بلبنان، يعني اليوم واحدة من المعادلات الأساسية إنه طاولة الحوار إذا اجتمع عليها، إذا كان موجود فيها ميشيل عون إلى معنى، وإذا ما كان إلى ما اجتمع فيه ما كان جاي ميشيل عون ما إلى معنى. يعني لهالقد صار في وزني 13/20 أهم شيء أثبتت إنه الجنرال عون لا يستسلم، واثنين أثبتت شغلة تاني إنه طيار العوني طيار الوطني الحر، طيار حقيقي مش طيار اصطناعي ماشي لأنه زعيمه بالسلطة أو ماشي لأنه بده يعمل خدمات، ماشي لأنه عنده قناعاته وعنده تصور الوطن. لسبب أنا بعلق على أنه إيه 13/20 ذكرى أساسية، وبرأيي ذكرى إصلاحية، يعني الذي نادى أكثر من نادى بالإصلاح وأكثر من عنده برنامج إصلاح وتذكر أنه عمل برنامج كامل هذه للإصلاح هو ميشيل عون. وبالتالي أنا بالنسبة إلي مع هذه الذكرى مسألة شخصية، بس إلي مع هذه الذكرى كاستمرار لفكرة الإصلاح في لبنان. أنا ما بقدر شوف 13 إلا
استمرارية يعني إثبات لقدرة وشعبية ميشيل عون هي مهمة، ولكن الأهم برأيي أنه هذا الإنسان وهذا التيار يمثل الإصلاح. يمكن بدون هذا التيار ما في إصلاح. ما مرق بمعمودية بهالعشر سنين برأيك؟ يعني ما مرق بامتحانات؟ مرق مرق بامتحانات كتيرة، ربما مش كلها كانت ناجحة، خصوصا أنه وصلنا لهذه الأزمة. يعني النتيجة اليوم أنه في أزمة سياسية بلبنان وفيها هالقد ملفات حياتية بعدها عالقة وبعدها مش يعني اللبنانيين ما عندهم إياها أدنى حقوق اللي هي الكهرباء والنفايات وإلى آخره، بتدل أنه بمسيرة هالعشر سنين كان في كتير مشاكل منعت أنه هذا التيار الإصلاحي أنه يقوم بشغله. قد ايه برايك من هون بدي ارجع اطرح نفس السؤال، يعني بلشنا من 13 تشرين وصلنا الى هلا على 10 سنين يلي كانوا كلهم معارك مستمره ربما من دون نتيجه، قد ايه فينا نرجع نطرح اليوم اشكاليه النظام كنظام؟ هل يكفي الاصلاح ولا اليوم النظام باساساته مركب بشكل طائفي مذهبي على اساس محاصصات معينه لا يمكن تطويرها؟ ايه شوفي، نظامنا عصي. النظام اللبناني بسبب المحاصصة بسبب التركيبة الطائفية عصي على الإصلاح، مش بسهولة هيدا اللي كنت تعمل إصلاح يعني خصوصا للحق. أنه أنت قلت مش يعني ما بدنا نسقط إنه بدنا نصالحه، كيف بدك تصالحه؟ هلأ أنا برأيي الإصلاح بيتم، يعني في تجربة وحدة إصلاحية تمت وبعرف ميكانيكيتها. تجربة إصلاحية تمت عين فؤاد شهاب، صار في تجربة إصلاحية مزبوط، ما راحت للنهاية لأنه فؤاد الشهاب يئس بالآخر ما جدد، قال له خلص ما بدي بقى لأنه مش رح يطلع بإيدي أعمل الإصلاح، وقال له ما بدي أعمل، وحكي كلام مهم من قال ما بده، قال أنا بدي الإصلاح بس ما بدي أعمله بالدبابة يعني بالقوة. أنا بعتقد اليوم نحن أمام تجربة شهابية جديدة. إذا بتقلي لي شو بده لبنان بقول لك شهابية جديدة، شهابية بس طبعا 2015 يعني مش 1900 يعني. فؤاد شهاب صار له بعدنا بنحكي عليه رغم انه مرور سنوات عديدة يعني. 1900 فؤاد شهاب اجى بال 1958 يعني شوفي قديش بعدنا بنقول هذه التجربة. انا برأيي نحن نحتاج الى تجربة شهابية. والجنرال عون ما عم بقول وحده مشان ما نبين كأنه عم نحصر بشخص، جنرال عون من نوع يلي بيقدروا يعملوا تجربة شهابية جديدة. أنا هدي وجهة نظري. هلأ بتقولي لي في غيره، إيه بقول لك أكيد في غيره بيقدر يعمل، بس بده مين ما إجا رئيس جمهورية لازم يكون مسنود من الجنرال عون. بدون إذا مش الجنرال عون لازم يجي واحد مسنود منه، لأنه فؤاد شهاب ما قدر عمل عهده إلا لأنه كان مسنود من الكتائب ومن بيير جميل، يعني الرجل القوي عند المسيحيين. نعم. ب58 خرج بيير جميل رجلا قويا عند المسيحيين والكتائب، تعاون سندوا لفؤاد شهاب، الكتائب ربحت وعملت بالنهاية رؤسة وفؤاد شهاب نجح. نعم. بمشروعه. هذه التجربة تحتاج إلى إعادة صياغة. وبالتالي اليوم يعني اللي تحقق من بعد عودة المدعون انه دور الجنرال عون او يعمل رئيس، ومن حقه انه يعمل رئيس يعني يعمل فؤاد شهاب، او اذا ما عمل رئيس واستحيلت المسألة لازم يسند هذا الرئيس ليستطيع ان يعمل اصلاح. وبدون ما يجي ميشيل عون رئيس او بدون ما يسند رئيس ما في اصلاح، معك حق لانه صعب. طب بس هل هذه هي العقبة الوحيدة بالنظام لإصلاحه؟ يعني عنا الطائف أنتج مجلس وزراء قيل أنه مجتمعا يتحمل مسؤولية القرار، اليوم الممارسة السياسية تشير إلى عكس ذلك، صحح لي إذا كنت غلطانة. مجلس نواب شفنا كيف مقسم، طبعا قانون الانتخاب حكينا عنه سابقا. هل يكفي بس يعني درجة الرئيس الجمهورية لإجراء الإصلاح؟ طائف ما عمل إصلاح. طائف حل مشكلة. وحل المشكلة على حساب طرف الأضعف يلي هني كانوا المسيحيين. نعم. وبالتالي ما كان إصلاحي بالمعنى أنه عمل شيء كل طوائف أو كل الدولة تا
تلتحق كل الطوائف تلتحق بالدولة. وبالتالي الإصلاح يجب أن يطال الطائف. إيه. بدها تبلش بالطائف. بدها تبلش بالطائف لأنه الطائف عمل هذا العدم التوازن الموجود يلي أدى إلى كل المشاكل منذ بالضبط. بس اليوم الطائف هو مثل التابو. يعني إذا حدا أجا قال بده يعدل أو بده يغير بيقوموا كل الأطراف اللبنانية كل الأحزاب اللبنانية بتقول لا أنه نحن ما بدنا نمس بالطائف. وحتى المسيحيين منهم بي حتى بلقاءات وبمحاولات التيار الوطني الحر بلقائهم مع تيار المستقبل بأشهر سابقة طبعا بالمسعى إلى التوافق كان في حديث أنه تطمينات دائمة لتيار المستقبل أنه ما رح ندق بالطائف. اليوم إلى أي مدى تغير هذا المشهد؟ بلبنان النفوس أهم من النصوص. بمعنى فيك من عدم تفوتي بأنه بدنا نغير هالمادة أو هالنص فيك بالممارسة يتغير النص والكل يقبلوا فيه. يعني لسبب إذا أتى الرجل الإصلاحي القوي قادر بدون تعديلات إذا بدك تعديلات نصية يعني تعديل نصوص الطائف بدون تعديل نصوص الطائف بتمارس الطائف بتوازن وباعتدال وبعدل أنا برأيي بيمشي الحال بيصير إصلاح مع وجود رئيس جمهورية يلعب دوره. لسبب البحث بقصة عدل وما تعدل بحث بيضعف الموقف. أنا برأيي ما لازم نفوت بهاي. ما في بحث آخر يعني هو ربما يعني يوصل إلى صلاحيات رئيس الجمهورية اللي هو أشتي. الرئيس. أشتي. أنا برأيي صلاحيات رئيس الجمهورية مش المكتوبة على الورق. لما كان رئيس الجمهورية معه كل الصلاحيات بالنظام 1943 يعني اللي انكتب 26 كان عنده كل الصلاحيات ما كان يمارسها وكان يكون في أزمات. إذا مش صحيح أن النصوص هي اللي بتعمل السياسي. أنا برأيي الرجال اللي بيعملوا السياسي والنفوس. السبب من دون ما نعدل شيء من دون ما نفوت بهذه الصياغة بدنا نأمله صلاحياته لرئيس الحكومة نرجع نردها لرئيس الجمهورية وبالتالي بيوقف المستقبل بيقول أبدا أنا بدي رئيسة الحكومة ما بتمس وكذا مثل ما كانوا المسيحيين قبل. هلأ المستقبل عم شوفون مثل ما كانوا الكتائب. كان الكتائب يقولوا ابدا ما حدا يمس بالدستور. ممنوع المس مش البحث ممنوع المس بالدستور لانه يعني كان الدستور عاطي للمواطنه شغله مهمه. اليوم المستقبل عم يقولوا زي شيء اصحكم تمسوا بالطائف لانه عاطي صلاحيات. بالواقع ولا الدستور تبع 43 كان عم بيتطبق مثل ما هو ولا الطائف عم بتطبق مثل ما هو. بالحقيقة توازن القوى هو يلي بيعمل تطبيق الحقيقي بدون تغيير بالنصوص. أنا ضد الفوتي بقصة غير النصوص. أنا برأيي بالنصوص الحالية خليه رئيس جمهورية يمارس الصلاحيات يلي معطات له ويقدر يفرض حاله حكم حقيقي على الحكم هو الأقوى. تبي مش الحكم إنه لازم واحد يكون ضعيف تيكون حكم. لا الحكم هو اللي بيفصل بالأحكام. طبعا. بس سؤال أخير قبل ما تخلص الحلقة قبل ما ينتهي وقتنا اليوم عم تحكيني عن يعني مش النص هو اللي بيعمل النفوس. قد ايه اليوم تيار المستقبل يلي هو اليوم يمسك بمفاتيح هذه السلطة عبر اتفاق الطائف جاهز للدخول بي اللي قلته حضرتك يعني بده يكون في جهوزيه سياسي ما في هديه بدك تفرض فرض يعني على المسيحيين ان يفرضوا هذه الخيارات بده يصير في توازن. وهذه هي المعركه اليوم اللي عم نعيشها هي المعركه المصيريه 100% اعاده التوازن الى الوضع الوطني من خلال قوه مسيحيه متماسكه. هذا هو الوضع. والا بنكون عم نضيع عن هيدي بالذهاب الى النصوص لهيدا. بلا خلي النصوص مثل ما هي وخلي الطائف مثل ما هو وخلي يجي رئيس جمهوريه قوي يمارس هذه الصلاحيات خلي يمارس هذه الصلاحيات. وانا برايي رح يحسوا حالهم المسيحيين لانه هذا الرجل حسوا حالهم مشاركين. مشكله المسيحيين انه ما عم بحسوا حالهم مشاركين عبر من يمثلهم في الحكم.
شكرا لك استاذ كريم بكردوني على وجودك معنا اليوم بحوار اليوم. اهلا وسهلا فيك، انت ضيف مرحب فيه دائما. الله يخليك. بقول بس للمشاهدين انه نحن رح نواكب يعني نشاط 13 تشرين ب 11 تشرين في مواكبه مستمره عبر برامج الاو تي في، واليوم مساء تابعونا الساعه 9:30 بحلقه استثنائيه رح تكون معي مع ضيوف كثار من عن طبعا عن هذا التاريخ عن 13 تشرين. تابعونا 9:30 مساء وإلى اللقاء.